عمر صالح باوزير من مديرية حورة وادي العين، أدرس تخصص قانون تجاري في جامعة أوتارا ماليزيا. وفاء زبير عبد الله الديني، طالبة ماجستير جامعة UUM الماليزية بولاية كدح. أبداً لم أفكر يوماً ما أن أدرس في الخارج، فقط بعد مرحلة الثانوية تلقيت اتصالاً مفاجئ من مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية يخبرني بحصولي على منحة خارجية. فقدر ما سعدت بهذه المنحة، كانت تمثل لي خوف وتحدي محفوفتين بالمغامرة، لأنني كنت شاب أعيش في بيئة شبه منغلقة في مسقط رأسي حورة، وذلك الوقت لم أخرج من محافظة حضرموت بعد إلى المحافظات المجاورة، فكان قرار الخروج إلى خارج اليمن وحدودها وإلى شرق آسيا منها كان يشكل لي صعوبة، ونظرا كيفية التعامل مع الثقافات الأخرى و كيفية التحمل والقدرة على تحمل الاغتراب والسفر. لا أبداً لم يكن هذا حتى في مخيلتي، بأني بكون طالبة ماجستير في دولة إسلامية مثل ماليزيا بحكم بعدها عن اليمن. وثانياً كان حدودي أو أحلامي فقط محدودة بأني مثلاً بكمل دراساتي العليا في داخل اليمن في صنعاء أو في بلد عربي قريب من اليمن مثل السعودية أو مصر أو الأردن. تمثل أحد المراحل الجديدة في حياتي، تمثل لي مرحلة تحدي، أني أتحدى نفسي في مواجهتي للصعاب بمفردي، وأيضا في فترة جديدة بأن أكون بعيد عن عائلتي وأهلي. فكرة الابتعاث جاءت كبرنامج من برامج المؤسسة عندما أنشئت، إذ وجد أن أبناء حضرموت لا يجد فرصهم الكافية في الدراسة في الخارج لأسباب لا داعي لذكرها الآن. ونشطت الهيئات ذات الصلة بالمؤسسة، لا سيما مجلس الأمناء، في إيجاد فرص دراسة في الخارج لطلابنا. فكانت أولى البلدان التي ابتعث فيها الطلاب هي ماليزيا، إذ تحصلت المؤسسة على 12 منحة دراسية بجهد طيب من قبل المؤسسين والأمناء، وابتعث في الواقع 12 طالب من أنحاء حضرموت. كان معيار الابتعاث هو التحصيل العلمي، لا علاقة لها بمنطقة أو بموقع معين. وكانت تجربة ناجحة، كانت مشجعة لنا لاستمرار هذا الابتعاث في غيرها من الدول، ومعظمهم جاء لدراسة الهندسة. والحمد لله كل الطلاب كانوا عند مستوى الثقة وتحصلوا على نتائج ممتازة، وواصل بعضهم دراسة الماجستير وبدأ دراسة الدكتوراه، وآخرون عادوا إلى البلد وهم يتبوؤون الآن مواقع مختلفة في مواقع تحتاج إليها حضرموت. يجب أن أعرف قيمتي الإنسانية، ومن أجل أن أجاوب على هذا السؤال دائما أطرح على نفسي عدة أسئلة وأكررها من أنا. ما هو هدفي في هذه الحياة؟ ما هي الخدمة التي سوف أقدمها لمجتمعي وأمتي؟ وما هي السيرة الطيبة والأثر الإيجابي الذي سوف أخلفه بعد مماتي؟ الشعب الماليزي بصراحة شعب رائع جدا في تعاملاته، في نظامه، في حياته، في تداولاته اليومية. يعني كان بالنسبة لي لم أواجه أي صعوبة في تعاملاتي مع في المعيشة في ماليزيا بشكل عام.
حتى أنه قبل مجيئنا إلى هنا كان يقولون مثلا أنه كنا نسمع أنه لازم نتعلم اللغة الماليزية حتى نستطيع التعامل في مثلا في الشراء والغير، لكن ما شاء الله يعني حتى أصحاب البقالات وهذا يعرفوا اللغة الإنجليزية، فكان يعني سهولة في تعاملاتنا مع واجهتنا خلال فترة الدراسة، فهي ربما تكون في الأمور المادية، كوني حقيقة أدرس على نفقتي الخاصة، ولكن هذا حقيقة قد يشكل عائق أمامي لحضور المؤتمرات الدولية والنشر في المجلات الدولية وحضور الندوات والدورات العلمية، ولكن هذا ليس عائقا أمام الطامحين والناجحين، بل نعد السيرة لأحمد بن حنبل، فقد كان عالما وزاهدا من زهداء الأمة، وكان ثيابه مرقع، وكان يخيط ثيابه بيده، ولم يجد إلا كسرة الخبز أو الزيت، ورغم ذلك لم نصل إلى عشر هذا التحدي. طبعا أكيد إن شاء الله بعد ما نكمل دراستنا، طبعا أولا استفدنا خبرة جديدة في المواد التي أخذناها، وطبعا اكتسبنا خبرة أيضا في من خلال تعاملنا مع المدرسين للمواد وكيف يتعاملون. فمثلا قبل أن أتي هنا كنت معيدة في جامعة حضرموت، فرأيت كيف يتعاملون في تدريسهم وكيف يعني طريقة نظامهم في التدريس، فإن شاء الله ننقل هذه الخبرة إلى جامعة حضرموت ونطبقها حتى تستفيد جامعة حضرموت أولا، ويستفيد أيضا طلابنا في المستقبل إن شاء الله. تجربتنا في ماليزيا أعطتنا خبرة في تحديد معايير ثابتة ومعايير دقيقة في اختيار بقية الابتعاث إلى بقية الدول المختلفة، فكانت أولى الدول المرحبة بأبنائنا هي المملكة العربية السعودية وجامعاتها المتميزة، جامعة الملك فهد للبترولي والمعادن، جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبد العزيز. ويصل عدد الطلاب في هذه الجامعات فقط على مستوى الماجستير والدكتوراه إلى قرابة 200 مبتعث، معظمهم في جامعة الملك فهد، وتخرج مجموعة من هؤلاء الطلاب، بعضهم واصل إلى الدكتوراه، وبعضهم اكتفى بالماجستير وعاد إلى البلد أو اختط لنفسه طريقا تنمويا ذاتيا، وآخرون الآن في جامعات كندا وأمريكا لتحضير الدكتوراه، وكان لبعضهم براءات اختراع، وهم في الواقع مجموعة يفتخر بهم. وأتذكر أن عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الملك فهد يقول الأخ المهندس عبد الله أحمد بقشان رئيس المؤسسة أن أبناءكم هم أفضل مجموعة تحصلت على درجات عليا على مستوى الماجستير في جامعة الملك فهد، وهذه مفخرة كبيرة جدا لكل حضرموت في الواقع، كل الوطن. علاقتي حقيقة مع المجتمع الماليزي وخصوصا في البيئة المحيطة بالجامعة علاقة طيبة، فلكل باب هناك مفتاح، فمن أجل أن تعثر على اللؤلؤ يجب أن تتقن فن الغوص، ومن أجل أن تحسن وتعزز علاقتك مع الآخرين عليك أن تتقن فن المعاملة، فبإمكانك أن تحسن علاقتك مع الآخرين من خلال ابتسامتك، من خلال لبسك، من خلال قصات شعرك، من خلال أيضا احترامك لأنظمة وقوانين البلد واتباع اللوائح التنظيمية للجامعة. وأيضا يجب عليك أن تشارك في الأنشطة الثقافية والاجتماعية مع الأندية التي تمثل الجاليات الأخرى. أي مرحلة جديدة في حياتي كانت لها طبعا أكيد صعوبات، فمن الصعوبات التي واجهتني في قدومي إلى ماليزيا مثلا أنه
كيف نتأقلم بالنسبة لطريقة منهجهم في الدراسة. فمثلا عندما أخذنا نحن أو بدأنا في دراسة الماجستير في كانت هناك مواد إلى جانب الرسالة، فكانت هذه المواد تدرس بشكل متقدم عما أخذنا من في جامعتنا حضرموت عندما درسنا كطلاب. فكان علينا أولا إنه إيش نعمل كاتش أب حتى نصل إلى ما وصل إليه الطلاب الماليزيين، حتى نستطيع إيش حتى نستطيع التعامل في دراستنا الماجستير بسهولة. إنك لا تستطيع أن تغير أي مجتمع إلى مرحلة متقدمة إلا بالتعليم. لقد كان لنا لقاء مع مهاتير محمد، دكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق، قال لن تستطيعوا أن تغيروا بلادكم إلا بالتعليم، وأخذ يكررها بالتعليم بالتعليم بالتعليم. ومن ثم فإن وجود هذه الكوادر المتميزة التي تم اختيارها من بين أبنائنا عند عودتهم لا شك سيشكل نقلة نوعية، ليس فقط فيما لديهم من علم ولكن فيما لديهم من قيم ومن خبرات كبيرة جدا اكتسبوها من هذه البلدان. تصوروا نحن الآن عندنا في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ما يربع على 100 طالب على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. تصور هؤلاء الناس سيعودوا إلى البلاد سيدعموها بعلمهم وبخبراتهم وبالقيم الطيبة التي اكتسبوها من تلك المجتمعات. فهذه بدايات الغيث، وبعدها إن شاء الله سينهمر هذا المطر المطر البركة والخير إن شاء الله والتنمية. ولا تبدأ البلدان في يوم أو يومين أو عقدا أو عقدين، الشعوب دائما لا تبنى إلا عبر أجيال عديدة، سيأتي ثمار ذلك في المستقبل إن شاء الله. فهي عجلة تدور وهي كرة ثلج تكبر يوما عن يوم. فنتمنى إن شاء الله أنه جهود هؤلاء المخلصين من المؤسسين والأمناء ستثمر إن شاء الله ثمرا يعني عن نرضى عنه الجميع بحوله تعالى. وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، يعني هذا الوطن إن لم نحبه فماذا نحب بعد ذلك؟ هي أرض ترعرعنا فيها وأكلنا من أرضها وتنسمنا هوائها شربنا من مائها ويعني أحاطتنا بالعطف والرحمة والعناية، ومن ثم في حضرموت في قلوبنا في مهجات عيوننا وعلينا أن نحافظ عليها، وهي طبعا جوهرة يجب بالفعل أن نحافظ عليها بقدر ما استطعنا من ذلك. حضرموت هي الأم الحاضنة، وأتمنى أن أراها يوما ما كسنغافورة. أقول لحضرموت إن شاء الله انتظرينا، انتظري عودتنا إن شاء الله، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جامعة حضرموت وعن حسن ظن كل من ساهم أو ساعد في وصولنا إلى ماليزيا حتى نكمل الدراسة في الماجستير ونكسب الخبرة، وإن شاء الله نكون عن حسن ظن الجميع.